وبنشوف معاكم الفن وبنروح معاكم للتراث، كل يوم معانا حاجة مختلفة. النهاردة اللون اللي معانا لون قديم وحاجات قديمة لكن ممزوجة بحاجات جديدة وبطعم جديد. النهاردة معانا كورال عجم، إيه حكاية كورال عجم وأغانيهم وإيه اللون اللي هم عاملينه والحالة اللي هم عاملينها؟ هنعرفها من ضيفنا النهاردة مصطفى حسين مؤسس كورال عجم. صباح الفل يا مصطفى. صباح الفل. قول لي حكاية كورال عجم إيه بقى؟ احكي لي الحدود. هي ورشة عجم. الورشة كانت ورشة تعليم أصول الغنى الشرقي والغربي بمقاماته، بفكرة المزيكا نفسها عبارة عن إيه وإزاي بنغني صح. هو شعر الورشة كده باختصار باللغة العامية بتاعتنا، إزاي نغني صح أو إزاي تبقى مطرب متمكن من أدواتك. فعملنا الورشة لمجرد أن هي تبقى ورشة تعليمية بس في الأول. بدأنا من حوالي 3 شهور في شهر 12، وبعدين كان بعد فترة يعني لقيت في نتيجة كويسة، شجعتني ان احنا نعمل اول نتاج للحفلة. كانت للورشة كانت حفلة في ساقية الصاوي. الحفلة الحمد لله لقيت حضور جماهيري محترم جدا، ولقيت يعني استحسان كبير من الناس اللي جات حضرت. او اشتغلتوها كورال بقى؟ اشتغلناها لا كورال، وكان في سولوهات لبعض لمعظم الفرقة 90% منهم. تمام. بس يعني هي الفكرة كلها كانت ورشة تعليمية، وخرج منها الناس اجتهدت وطورت من نفسها جدا. كان في ناس أول مرة تطلع ستيج، في ناس أول مرة تغني، أو في ناس مش مطربين، هم مش عايزين يبقوا مطربين أو جايين يغنوا بس عشان يعرفوا يغنوا إزاي. يعني إخراج طاقة مثلا عندهم، هواية كده ظريفة بيعملوها وبعدين راحت معهم في شكل تاني. راحت معهم بقى في شكل خلاص اتعلموا الغنى يعني ايه. وفي ناس بتغني، وفي ناس منهم غنت سولوهات الحفلة اللي فاتت ولقت سكسية كبير من الجمهور. هم أصواتهم الحقيقة أصوات مميزة وناعمة كده. طب لو نسمع منهم حاجة بقى، نسمع حاجة انتوا عاملينها. طيب دي أغنية كلامي ولحني اسمها اضحك. هنغنيها مع بعض. ماشي، يلا بينا. يلا اتفضلوا يا شباب. اضحك خلي الشمس تدور، خلي الشجر الطرح يملى الأرض البور، غني هتعدي الأيام، فتح عينك تلقى في آخر الشارع نور. خلي الشمس تدور، خلي الشمس
شجر الطرح يملى الأرض البور، غني هتعدي الأيام، فتح عينك تلقى في آخر الشارع نور، اضحك خلي الشمس تدور، خلي الشجر الطرح يملى الأرض عجبني. الله ينور، طبعا تسلموا ونورتوني وصباح الفل عليكم. ايه الاصوات الجميله دي، نورني. مصطفى، اللون والتسارع دايما، الناس يا اما الريتم ثابت فتلاقي الاصوات ماشيه بوتيره معينه كده، ولو حصل اي صعود او نزول زي ما بيقولوا بيحصل اختلال. انا شايفه اللون هم طلعوا ونزلوا وطلعوا ونزلوا ومشوا ثابتين شويه وطلعوا ونزلوا تاني بسرعه جدا، ونفس التناغم بينهم ما شاء الله. انا عايزه اعرف بقى خلطه التدريب بتاعتهم كانت ايه. التدريب ده حاجه بقى جزء موسيقي. احنا كنا بنقول ان احنا بنتعلم مزيكا مش غنى بس، عشان نعرف احنا بنغني ازاي مع الموسيقى او من غير موسيقى. ان احنا بنستخدم هنا الالات البشريه، سوري الاصوات البشريه تحل محل بعض الالات. يعني الرجاله مثلا ساعات بيقولوا حاجات باص او لاينات بتلعبها المزيكا اصلا. فالنغمات دي دايما او اللاينات دي او الخطوط دي بتبقى متناسقه اصلا لازم مع صوت المطرب، فهم بيقولوا حاجات بتقولها المزيكا اللي هو الاكابيلا، تدريب على الاكابيلا. تمام. فاحنا كان جزء كبير جدا من الورشه ان احنا نتدرب على الاكابيلا، الى جانب الغنى الفردي، الى جانب مفهوم الموسيقى بشكل عام. ختاما بقى قول لي انتوا ناويين تعملوا ايه ان شاء الله الفتره اللي جايه، المخطط بتاعكم ايه؟ احنا عندنا حفله في سيد الصاوي برضو يوم 8 ان شاء الله. 8 مايو 8/5 ان شاء الله، هتبقى يوم 3 8 مايو في سيد الصاوي ان شاء الله. دي اول حاجه الحفله سوري. وبعد كده طبعا احنا عايزين ننتشر شويه، الناس كلها تسمعهم طبعا. هي الناس كلها سمعتكم دلوقتي وما شاء الله، يعني اولا مدرسه حلوه، يعني اداء حلو واصوات جميله واختيار موفق. يعني هم كلهم اصلا شخصيات كمان جميله، وعلى اختلاف اتجاهاتهم اصلا، ان فيهم الطالب الجامعي او الطالبه الجميله بتاعتنا دي، وفي المهندس والطبيب. يعني في هم توجهات مختلفه، ميكس كده مش يعني شبه بعضه في حاجات كتير، بس هم شبه بعض كاشخاص، كلهم بيور وناس نقيه جدا وجمال. فده ساعدني كتير ان انا اعمل روح، حتى التناغم في الاصوات ده بيجي من الحب اللي هم يعني هم بيحبوا بعض وانا بحبهم، وهم ناس يعني بصراحه ربنا كافئني بيهم. يا رب موفقين ان شاء الله، وما تنسوش بقى الحفله كورال عجم. وكمان احنا دايما معانا الناس اللي بتعمل حاجات حلوه، حاجات حلوه بجد مش كده وكده، لازم نسلط الضوء عليهم. النهارده دي كانت حفله لحضراتكم والجمهور صباح دريم، وان شاء الله هنشوفهم تاني وهنشوف كل الناس الحلوه تاني. انا بشكرك يا مصطفى، وبشكر الناس الجميله، نورتوني وشكرا جزيلا ليكم. وكمان بشكر حضراتكم بقى على متابعتنا النهارده، وان شاء الله نقابل حضراتكم بكره على خير. بس مش هسيبكم كده، هسيبكم مع كورال عجم. هنسمع ايه بقى اختاما؟ الليله الكبيره. يلا بينا الليله الكبيره، نرجع لزمان بقى. يلا سيدنا الوحيد.
كل ما ينقص عمر يرقص 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 حمص حمص ده اللي ما ينقص عمر يرقص 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 حمص حمص ده اللي ما ينقص عمر يرقص 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 ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طالش عالجيبك للعب عيبك قرب جرب نشن وسطن ايدك وسطن اضرب يحميك يا بني تبقى غالبني قرب خد لك حتة ملبن 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 الليلة الليلة السيرك تعال في فرجة ساوجني قولوا ايه بمناسبة هذا المولد يا ولاد برنامج سواري قولوا ايه هي 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 في السيرك شجع يهجم على السد او يركب دغري عليه قولوا ايه هي 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 وبنات قمر زي الشربات حلوين مش عارف ليه قولوا ايه هي 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 وكمان بلياتشو تعال اسمعوا ناتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا ايه هي 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 وكمان بلياتشو تعال اسمعوا ناتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا ايه هي